ما عمري عملت هذا الترانسفورميشن بهذا الحجم بأي واحدة من الشخصيات من قبل. نجمات مدرسة الروابي للبنات يكشفنا كواليس لقيتي بالعربي. بالنسبة لي أكتر إشي صعب لقيته صعب إنه أنا I can relate لإيش مريم مرت فيه من ناحية التنمر. وأنا يعني لما تخرجت من المدرسة وهيك كنت عم بحاول يعني to move on من الأشياء اللي مريت فيها، فكان صعب أرجع أدخل بهاي النفسية وهذا التفكير. هي شخصية مليانة وبتتنمر أهل البنات على وزنها، كان لازم أزيد وزني عشان ألعب شخصية دينا. فأنا فعليا on set كان إلي شغلين، أكل وأمثل، كان أحلى شعور بالحياة. يعني ما عمري عملت هذا الترانسفورميشن بهذا الحجم بأي واحدة من الشخصيات من قبل، فكان لازم نقص شعري. طبعا أنا كنت كتير متحمسة بالأول يعني، وتيما بتقولي رح نقصه، أنا بقولها بعدين لما جينا نقص شعري عن جد شوي هيك جو بنت. هي كانت أبرز التحديات والصعوبات اللي واجهتها بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات أثناء تصويره واللي شاركوها مع إيتي بالعربي. كان في كورونا COVID-19 مع التصوير، وكان لازم نكون كتير 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 واعيين إنه كل البريكوشنز نعملها. يعني كنا نعمل كوفيد تست تقريبا كل اسبوع، يعني مناخيرنا كثير تعودت على الكوفيد تست، الكورونا تست عملنا. لكن هالامور كلها زادت من متعه التجربه بالنسبه لاندريا طايع ويارا مصطفى اللي تعلموا الكثير من تجربتهم الدراميه الكبيره الاولى. مسليه يعني كثير انبسطنا مع بعض، وغير هيك احنا يعني البوند بيناتنا كلها كثير صارت اقوى من وقت الوركشوب، من وقت التمثيل وهيك، فقوينا هاي البوند بيناتنا. حتى بوقت التيبل ريدينج صرنا صحبه كثير، يعني حتى بعد التصوير، بعد ما خلصنا التصوير يعني صرنا نطلع أكتر مع بعض وشوف أرن عليها، يعني أرن عليها أحكيها شو عامل اليوم. أما ركين سعد فهي مش غريبة عن الأعمال الكبيرة، خاصة من بعد مشاركتها مؤخرا في فيلم العارف، لكن مسلسل مدرسة الروابي للبنات حمل مكانة خاصة في قلبها. أولا يعني أنا مع تيما، تيما صديقتي من زمان، وكمان الكرو كلياتهم أصحابي، وعيلتي كمان بالمسلسل، أخوي وأختي بيشتغلوا بالمسلسل، فيعني هو هيك المسلسل كان، واسمه روابي فعلى اسم ماما، فكان كتير قريب على قلبي يعني. وركين اللي بيتابعها الجمهور في المسلسل بشخصية نوف كشفت لنا تفاصيل أكثر عن شخصيتها. نوف هي الفتاة الجديدة اللي بتفوت على المدرسة، بتفوت بنص الفصل، إلها ماضي رح نكتشفه. هي إنسانة منطوية، قليلة الكلام، منغلقة شوي، قوية، بس رح نشوف إلها كمان أوجه تانية. يعني هي كمان بالنهاية مراهقة وعندها مشاعر المراهقة من جوا، وهالمشاعر حتعيشها أيضا شخصيتي دينا ومريم اللي بيقدموها يارا وأندريا. مريم هي فتاة عمرها 17 سنة، مريم إنسانة حساسة ومنطوية، وإنسانة بتميل عن الابتعاد عن المشاكل بس صبرها إلى حدود. ومريم أعز واحدة عندها إياها بحياتها هي أمها، بس بيجي يوم أمها ما بتصدقها وهذا الإشي بكسر مريم. دينا شخصيتي بالمسلسل هي بتكون أعز صاحبة لمريم، هم البست فريندز بالمسلسل. ودينا لما تحضر المسلسل حتحسوها البنت اللي عايشة بعالمها، الألوان والرينبوز والكي بوب والميوزك، وشخصيتها بتبين على لبسها وعلى شعرها وكيف كيف كيف تحمل حالها بالمدرسة. وهذا إشي كيارا كان كتير حلو أمثله، لأنه قرأت الشخصية وكان كان لازم أدخلها بكل حماس. سوري ما اجيت على الفيلم امبارح، كنت بعمل هومورك وجد ما حسيت بالوقت. كالعادة. شو كيف كان؟ قولوا علي اشي. يا روح عليكي زاك افرونز اب. وعلى كاميرا ايتي بالعربي بطلات المسلسل كشفوا لنا انه التنمر اللي بيتعرضوا له على الشاشه ضمن احداث المسلسل سبق وان عاشوا اجواء متشابهه له في الواقع بسبب الالقاب اللي اطلقت عليهم في المدرسه، واللي يبدو انها اصبحت مصدر ضحك بالنسبه لهم لاحقا. اتنشن سيكر، انه واحدة بس بدها تدور على attention. هلا عم بتطلع بهذا الشيء عم بضحك انه attention seeker خلص. هلا انا يعني مرحلة الثانوية ما صراحة ما مريت باللي مرت في دينا، وكان اكثر وانا صغيرة ميدل سكول. كانوا كتير يحكوا اشياء، ظهري انا عندي شيء اسمه سكوليوسيس، فانا السباين تاعتي جاي هيك، كنت هيك وأنا صغيرة، فكانوا يحكوا عني إنه ركتانجل كتير أشياء، فهلا إنه زبطوا ماي شولدرز فبضحك على الموضوع. أستيكا جايز كنت كتير
كتير كنت نحيفة وأنا صغيرة، فدائما كان عندوني أستيكة. بس هلأ بضحك، يعني شو أستيكة بلياردو؟ بعدين أنا كنت من النوع اللي أرد، يعني أنا مثلا أي حدا بيحاول يتنمر أرد عليه، وبعدين أدافع على الناس اللي كمان بتنمروا عليهم.